الأماني والعطالة حتى الآن اللي يقدمه مع فريق العين. يمتلك عناصر رائعة جدا حقيقة فريق العين. تكلم عن سعيد، تكلم كذلك عن عمار، لكن اللقطة لصالح الخليج. ما في أوفسايد، بل فيها جول ثاني، بل فيها جول ثاني. طلال صنع الأولى وسجل هدف ثاني قبل ربع ساعة أولى يا جلال، قبل ربع ساعة أولى يا جلال، من أجل انسجام أكثر لدوري جميل، من أجل الدخول في الأجواء سريعا في دوري جميل. الآن أحسن استعداد يعيش فريق الخليج في هذه اللقطة، لقطة ممتازة جدا. طلال هرب هرب وضرب وسجل ثاني الأهداف لصالح أبناء الدانة، 2-2 في ربع ساعة أولى، 2-2 في ربع ساعة أولى. بالأمس القادسية 4، اليوم حتى الآن الخليج يتقدم بهدفين. طلال استلام ممتاز جدا، وضع الكرة بشكل جميل، كثاني الأهداف لصالح الخليج في هذه المباراة. شوف اللقطة، شوف اللقطة، شوف كسر التسلل الأكثر من رائع من طلال.